احنا بنتكلم عن صعيد مصر. السنه دي بيتم بدء الدراسه بكليه هندسه بنات الازهر بمحافظه قنا. كليه هندسه بنات الازهر بقنا هي الاولى على مستوى الصعيد، وهتكون بمثابه متنفس جديد لاهالينا في صعيد مصر لخدمه فتيات محافظات الصعيد والتخفيف عن اسرهم من عناء الاغتراب وسفر البنات للدراسه وكمان التكاليف اللي بتبقى اكبر في القاهره عن الاقامه في مكان اقرب جغرافيا. الحديث عن التفاصيل بشكل أكبر هيكون معانا الأستاذ الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا ومستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال. دكتور محمد معانا عبر زوم، أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذ هشام، وصباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك، وسعيد بوجودي معاك في البرنامج النهاردة. شرف كبير لينا والله يا دكتور، وبنبارك أكيد على إنشاء فرع جديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في صعيد مصر. احنا بنقول ده قد يكون الحدث الأهم بالنسبة لبلدنا المتخصصين في مجال الهندسة. نعرف من حضرتك إزاي تم الإعداد لافتتاح هذا الفرع، وهل هو خلاص هيبدأ يستقبل الطالبات بدءا من العام الدراسي الحالي ولا لسه قدامه وقت؟ طبعا يعني شكرا لحضرتك على التهنئة، والله يبارك في حضرتك. ويمكن زي ما حضرتك قلت في المقدمة ان يمكن الدولة المصرية مؤخرا استراتيجية مصر رؤية مصر 2030 في التعليم العالي قايمة على اكثر من محور، اهمها التوسع في انشاء الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، والتوسع في استحداث فروع أخرى للعلوم الهندسية المتماشية مع ومطلوبة في سوق العمل دلوقتي. يمكن جامعة الأزهر، يمكن في ناس كتير قوي من المشاهدين عند حضرتك ما يعرفش إن جامعة الأزهر هي الجامعة ثالث أقدم جامعة على مستوى العالم، تم إنشائها منذ ما يقرب من 1000 عام بعد جامعة الزيتونة والقرويين، ولكنها الجامعة الأولى التي استمر فيها التعليم منذ إنشائها وحتى اليوم كجامعة تعليمية. ومن هذا المنطلق الجامعة بتتولى وتتبنى نفس فكر ورؤية مصر 2030 في التوسع في إنشاء فروع للكليات، وخاصة الكليات العملية وكمان الصعيد بشكل عام، لأن جامعة الأزهر بتتواجد في 26 محافظة. جامعة الأزهر بتتكون من حوالي 90 كلية في تخصصات مختلفة، وهي الجامعة الأكثر يعني قبولا للطلاب الدوليين، عندنا حوالي 30,000 طالب وطالبة من 101 دولة. فجامعة بهذا الحجم ده بالنسبة للوافدين يا دكتور محمد؟ للوافدين يا فندم. احنا عندنا حوالي اكثر من 30,000 طالب وطالبة من 101 جنسية، من 101 دولة بتستضيفهم جامعة الأزهر سنويا. ويمكن ده احنا نعتبر الجامعة الوحيدة في الوطن العربي، ويمكن في افريقيا والشرق الاوسط بتستقبل هذا الكم الكبير من الطلاب بالاجانب، تبنيا لرسالة جامعة الأزهر في نشر العلم على مستوى العالم وليس مصر فقط. من هذه الرؤية جه توجيهات فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد طيب شيخ الازهر الشريف، وفضيله الاستاذ الدكتور سلامه داوود رئيس الجامعه، بضروره ان احنا نبدا نتماشى مع هذه الرؤيه ويتم افتتاح فرع لكليه الهندسه، ويمكن هيكون فرع خاص بالبنات، لان يمكن جامعه الازهر تتميز بانها الجامعه الوحيده يمكن في مصر اللي بتدعم المراه والطالبات بشكل كبير جدا، انها بتخصص كليه كامله للبنات وليس مجرد بيبقى عدد صغير بيبقى موجود في الدفعة اللي بتدخل كلية هندسة أو صيدلة أو طب أسنان. لا، احنا عندنا كليات كاملة في الصيدلة والطب والعلوم والهندسة للبنات، فده بيساهم في ان جامعة الأزهر بتخرج أكبر عدد ممكن من الخريجات المتميزات على مستوى الجامعات المصرية في العلوم الهندسية. نعم، احنا عندنا في جامعة الأزهر 3 كليات هندسة، كلية هندسة في كليتين هندسة في القاهرة، وكلية هندسة للبنين في قنا. وبناء عليه تم توجيه فضيلة الإمام الأكبر بتسديد كل الصعاب نحو تلبية احتياجات ورغبات الطالبات الخريجات الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، بوجود فرع في الصعيد يكون خدمة لكل هؤلاء الطالبات اللي هم عايزين يدخلوا هندسة. نعم. تم اتخاذ القرار وتم صدور قرار المجلس الأعلى للأزهر لبدء الدراسة في كلية هندسة بنات هذا العام فعل، وليها طابع التنسيق، وتم قبول عدد من الطالبات، وهنبدأ الدراسة إن شاء الله هذا العام.